إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا من خلال البث المباشر هنا من طريق الرابط ما بين إيمو الزر كندر ومدينة فاس. بطبيعة الحال أجواء جميلة على هذا الطريق اللي تم توسيعة ديالو والإصلاح ديالو بطبيعة الحال، وأصبح الآن ما فيهش عرقلة ديال السير كما كانت في السابق. كنعرفوا لأن الطريق ما بين فاس وإيمو الزر كنت كتبغي تطلع لايمو الزار سيرتو في الايام ديال الويكاند، كتبغي تنقل لايمو الزار كندار ولا شي حاجه، كتبقى تابع هاد الشاحنات اللي كيكونوا طالعين كيكونوا غاديين بسرعه بسيطه وبطيئه غادي ب 40 وب 60، خصك تضطر على انك تبقى تابعو لان ما عندكش فين تصيد الدوبل. دابا شنو داروا في الطلعه من فاس لايمو الزار؟ هانتوما كتشوفوا داروا الطريق يعني فيه الخط طريق بحال فيها ثلاثه ديال الطرقات، ملي كتكون طالع ممكن الدوبلاج يعني لك الكاميون مزير اليمين غيمكن لك الدوبلو، ملي كتكون هابط ما غيمكن لكش الدوبل، خاصة في الدخلة ديال ايمو الزار حتى لسيدي خيار. هانتوما كتشوفوا الطريق كيفاش ولات جميلة صراحة، طريق في مواصفات محترمة. نتمناو على ان كذلك من ايمو الزار الافراني يتم الاصلاح ديالها، وكانت خرجات مشروع ديال الاصلاح ديالها والتوسعة ديالها ولا ربما التثنية ديالها ما بين ايمو الزار وافرا. كنت شفت هذا المشروع ربما كان مقترح او داخل في العمل ديال البرنامج ديال الجهة ربما، وفيه هذه القضية ديال تثنية هذا المعبر هذا على ما اعتقد، وكذلك من ايمو الزار لافرا. دابا نبحثوا على المعلومة الصحيحة ونشروها لكم على قناتكم دائما شوف تي في. اذا دائما هنا من طريق ما بين ايمو الزار كندر ومدينة فاس، الأجواء جميلة، الطريق جميلة، يعني كنشوفوا صراحة كاينة حركية بالرغم على أن مازال الصباح يعني 8 9 قلق سمايل، ولكن كاين حركية دؤوبة ديال السيارات كيحاولوا يطلعوا لايمو الزار وكذلك الإفران. صراحة الجو مبرد في ايمو الزار، الناس اللي بغاو يطلعوا لايمو الزار كنصحكم الجو مبرد برودة، كتلقى 45 44 فاس، ملي كتطلع لايمو الزار كتلقى 26 30، يعني الجو جميل بزاف في ايمو الزار 20 30. شوفوا هاي المناظر الساحرة هنا في المنطقة ديال ايمو الزار، بطبيعة الحال دائما كتتميز بالجمالية ديالها، كتشوفوا هذه المناطق يعني صراحة بوابة الأطلس، بوابة الأطلس. بطبيعة الحال من منا لم يزور المدينة ديال ايمو الزار؟ واش سبق لكم جيتوا لايمو الزار وفينا بلاصة مشيتوا في ايمو الزار؟ هذا هو السؤال المطروح نتفاعلوا معكم. بطبيعة الحال يونس بولمان لقمان، مرحبا سي يونس، كنشكر كل من يتفاعل معنا من خلال التعليقات. واش سبق لكم جيتوا لايمو الزار وشنو البلاصة اللي مشيتوا لها في ايمو الزار؟ واش مشيتوا لعين السلطان؟ واش مشيتوا لشي موقع اللي كتعرفوه في ايمو الزار؟ انا في انتظار التعليقات ديالكم بطبيعه الحال في هذا البث المباشر متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في. لاحظتوا معنا البارح الصدمه كانت قويه، الصدمه كانت قويه صراحه ملي انتقلنا لعين السلطان باش نقلوا لكم الاجواء ديال الاستجمام ديال المواطنين في عين السلطان يوم السبت، فلقينا على ان عين السلطان نشفات للاسف الشديد، ما بقاش الماء في ذاك المنطقة اللي كانت منطقة سياحية بامتياز، وصورنا لكم ذاك المشاهد يعني الصادمة للأسف الشديد واللي كتطرح مجموعة من العلامات ديال الاستفهام، كيفاش موقع سياحي معروف في المدينة ديال ايمو الزار كالمنتزه ديال عين السلطان، كيفاش هذا المنتزه ما يكونش الآن فيه الماء وكيجري والناس يعني كيستمتعوا بذاك الأجواء، خاصة وأن مجموعة من الناس اللي كانوا كيشتغلوا تما عايشين من ذاك المشروع، عايشين من داك المنتزه، كاين الناس اللي عندهم جمعيات ما ودايرين داك لي بيدالو وعايشين منهم وصار عايشين من داك الشيء. دابا هما مدخل يعني الرزق ديالهم منين كيعيشوا ها هو وقف لهم، ما بقاش عندهم منين يدخلوا الفلوس. للاسف كاين معاناه هناك في عين السلطان، دائما كتجي اما واحد الوقيته كتنشف العين يعني ولا ذاك الضايه اللي كتكون تما ما كيبقاش فيها العوال، هذه دائما خصنا نقولوها الله يحسن العوال. كاين اللي عنده بيدالو كيدخل منه 100 درهم ولا 80 درهم كيعيش بها اسره، تابعوا كل واحد تما راه تابع قطاع بسبب ضعف شبكه الانترنت. قلت الواقع ديال ايمو الزر حاليا هو مزري، نقولوا نتحدثوا بصراحه،
اللهم الا كانوا شي مشاريع جايين برمجاهم هذا المجلس الجديد برئاسات الخصم. نتمنوا على ان يكون الخصم كيف ما كان بطل عالمي مغربي يعني كيشرف المغرب. نتمنوا على ان الخصم انا كنقولها يعني بصدق، نتمنوا على انه يشرف المنطقه ديال الاموزار ولا انه يفعل ويخرج يعني المشاريع الحيز الوجود. واش برمجات بعدا شي مشاريع في المجلس الجديد؟ هذا هو السؤال المطروح. واش الخصم قادر على انه يخرج المدينه ديال الاموزار من هادشي اللي كنشوفوه الان؟ راه شفنا عين السلطان نشفات، شفنا الحديقه ديال الحسن الثاني كتعاني، شفنا داك السبع تما والزبل اللي دايره به وداك التهميج ديال داك السبع، شفنا الملاعب ديال القرب حدا الحديقه ديال الحسن الثاني ما كاينش هاي. اذا واش مازال خصو الوقت باش يتحرك؟ واش شنو كينتظر؟ ما عرفش. انا صراحه ما كرهش يكون واحد تنوير للراي العام، نخرج عند الراي العام وننور ونقول شنو عندي، شنو هو البرنامج ديالي غنشتغل به في اموزار كاندر. واش غادي واش 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 غيكون مني شي حاجه ولا ما غيكون شي مني؟ راه من خلال البرنامج ديالك ومن خلال العمل ديالك المستمر والدائم كيبان. اللهم الا كان عندك ما نعرفت، الا كان عندك بلوكاج في الجماعه، الا كانت الاغلبيه فقدت الاغلبيه ديالها، الا كانت المعارضه عندك قويه ويعني يمكن لهم يديروا لك على صف الرويضه، الله هذه حاجه واحده اخرى. كنعرفوا كيكون بلوكاج، تابعنا في مجموعه من الجماعات كيكون بلوكاج، كيكون عندك واحد البرنامج كتبغي تخدمه، كتجي المعارضه كيديو لك الاغلبيه، كيديو لك بعض اعضاء من الاغلبيه، ما كتحدثش على جماعه اموزه، كتحدث بصفه عامه. كيخليو لك البلوكاج السياسي، ملي كيوقع البلوكاج السياسي كتجي تصوت لشي برنامج باغي تدوزو بالاغلبيه، كيدير لك العصا في الرويضه، المعارضه ما كتبغيش تدوزك داك البرنامج لان كتشوف فيه لانه لا يتماشى مع المصالح ديالها ولا المصالح ديال المواطنين، وكيكون بلوكاج سياسي. هذا كيكون بلوكاج. واش الجماعه ديال اموزار كندر ولا البلديه ديال اموزار كندر فيها البلوكاج السياسي؟ الله اعلم. حنا هادشي غنحاولوا نبحثوا عليه لان كنشوف بان اموزار ما غادياش للقدام. كنشكركم بزاف متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في، الى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. كنت معكم مراسل القناه منصف بودري، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.